بسم الله الرحمن الرحيم. أبطالنا الأعزاء الغاليين، ربنا يفتح لكم أبواب الخير كده يا رب، وتبقى المذاكرة عليكم خفيفة لطيفة جميلة. أنا عايزك بس ما تتعقدش من الأسئلة. الأسئلة ولو كانت صعبة فدي بالنسبة لك شيء مهم وضروري إنك تتعرض له. الطالب اللي بيعرض نفسه لأسئلة صعبة هو الطالب اللي ناوي ربنا يكرمه في الآخر ويعمل حاجة حلوة. طب أنا يا مستر حليت ال 110 جملة اللي فاتت دول، طلع فيهم عندي 70 واحدة خطأ، أخاف؟ لا ما تخافش يا فندم خالص، اتعلم الخطأ ده. انت كده عرفت ان في 70 حاجة عندك فيهم مشكلة عايزين نعدلها، ده افضل لك من انك تحل في كتاب ملوش اي 60 لازمة وتلاقي نفسك بتحل كل الجمل صح وفرحان وعمال ترقص من السعادة، وفي الاخر ما تلاقيناش نفسك استفدت حاجة. افحم نفسك علشان توصل. الطالب الشاطر هو الطالب اللي بيحب يحشر نفسه في حاجات صعبة، والشاعر كان بيقول لك: ومن يتهيب صعود الجبال يعش ابد الدهر بين الحفر. يعني الطالب اللي شايف ان الكتاب ده صعب، انت عايش بين الحفر، لازم تطلع نفسك فوق كده وتقع مره وتتزحلق مره وتنزل مره وتطلع، لازم تحاول، حاول وجاهد، محدش بيوصل من اول مره اطلاقا. وانت بتغلط وانا بغلط وكلنا بنغلط، احنا كلنا بشر. انا بعد ما احل معاك حاجه ممكن اكتشف ان انا حليت حاجه غلط، يعني ده عادي جدا، فاحنا كلنا بشر وكلنا بنخطئ. الغلط انك ما تعترفش بخطاك وانك انت ما تحاولش تصحح الخطا. اغلط واعرف الخطا ليه، واعرف الصح ده صح ليه. انصحك انك ما تعديش ولا جمله غير لما تكون مقتنع بيها 100%. لازم تفهم مش تحفظ بس. طبعا اقولك لازم تفهم وتحفظ، اكيد يعني الحفظ ده شيء موجود، لازم نحفظ. طيب تعال نبدا. بسم الله الرحمن الرحيم. اول جمله بيقول لي: ذا هول فيليج نوت باي ان ايرثكويك. انت عارف ايرثكويك ده زلزال طبعا، وممكن نقول هيت باي ان ايرثكويك يعني ضربها الزلزال. في الجمله دي انا عايز الاول قبل ما ابدا احلها عايزك تفهم حاجة، إن كلمة يدمر دامج. طب دمر يعني ووز دامجد مع المفرد، وير دامج مع الجمع. ممكن نقول برضو جيت دامجد، حلو كده الكلام. طب أنت عايز تقول إن المدينة كلها، القرية كلها دمرت بسبب الزلزال. القرية دي يا مستر مفرد، فالمفروض إن أنا أقول ووز دامجد. أهي لا دي يا فندم دي ووز دامجنج، اصبر بس علي. ووز دامجنج يعني كان يدمر. هاز دامجد معناها دمرة، ده برضو معلوم، إحنا عايزين نقول القرية دمرت. طب دامجد معناها دمرة، وبالتالي هنقول جوت دامجد. على فكرة كان ممكن نقول ذا هول فيليج ووز دامجد، وهو لو جاب لك في الاختيارات وير دامجد ما كناش خدناها برضو لأن فيليج قرية. رقم اتنين، بما إن إحنا بنراجع ممكن أقول لك ذا هول فيليج أو أول ذا فيليج. لاحظ إن ذا هول لكن أول ذا. وعايزك كمان تعرف كده زي شاطر إن كلمة فيليج يعني قرية، ولما نقول فيليجرز اللي هم سكان القرى. أجاثا نوت آت هوم باي هير مام. أجاثا إيه؟ في المنزل بواسطة أمها. أنت عايز تقول أجاثا تعلمت. تعلمت دي يعني حاجة من ثلاثة، إما إنك تقول ليرند، يا ريت تعرف دي بقى وتحفظها، ليرند أو ووز توت أو ووز إيدوكيتد. في الاختيارات جاب لك توت. توت دي معناها درس، علم، المدرس علم، يبقى ذا تيتشر توت أس. ووز توت دي الإجابة طبعًا زي ما قلنا، إحنا عايزين ووز توت، ووز إيدوكيتد أو ليرند من غير ووز. خد بالك ليرند من غير ووز. ووز تيتشنج يعني كان مدرس، تيتشنج اللي هو التدريس. طب نمبر 3، أجاثا نوت ريدنج يعني أجاثا تعلمت القراءة والكتابة في المنزل. طب تعلمت يا إما ليرنت يا إما ووز توت يا إما ووز إدوكيتد، مين في الاختيارات قدامك؟ أدي ليرنت. طب أنا إمتى ممكن أستخدم كلمة ووز ليرنت دي؟ دي معناها تم تعلمها، تم تعلمها مش تعليمها. أنت عايز تقول مثلا الإنجليزية تم تعلمها في المدرسة فتقول إنجلش was learned at school. طيب رقم 4، there was a fight in our state. كان في صراع، خناقة يعني في الشارع بتاعنا. but nobody لكن لا أحد جريحة. جريحة يعني was، والتصريف الثالث was hurt. طب ما هو جايب لي هنا where، ينفع؟ لا ما ينفعش where. طب ليه يا مستر؟ عشان بقول لك nobody. nobody ده مفرد، المفروض نقول nobody was injured was hurt. طب ما جابليش was، خلاص يبقى دي غلط. طيب could hurt يعني يمكنه أن يجرح، was hurting يعني كان يجرح. انت هنا هتختار got hurt زي ما كنا بنقول got damaged او was damaged او were damaged. في برضو got hurt was hurt were hurt، عشان انت بتقول nobody فهنقول got hurt، وكان ممكن نقول was hurt. number 5، I am very fond of. فاكر انت انا قلت لك fond of بتساوي keen on بتساوي interested in بتساوي like. انا اقول لك I like reading، I am fond of
reading. وخد بالك عشان لما يجي لك سؤال يقول لك مين في الجمل دي grammatically correct و grammatically incorrect، عايزك تفهم ان كلمة fond of دي معناها مولع بي او محب لي، ودي صفة، فلازم يكون قبلها verb to be. اقول لك I am fond of reading، انا بحب القراءة. I am fond of running، او I am interested in reading. I am keen on، لاحظ ان am قبل keen وقبل interested وقبل fond، لكن like فعل فما نجيبش قبلها am. I like عطول. I am very fond of this old necklace because it to my grandmother. أنا بحب العقد ده تحديدا because it، لأن هو يخص أمي. عايزك تعرف إن كلمة يخص اللي هي belong to ما تجيش في المستمر أبدا 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 أبدا، فعشان كده هنقول because it belonged to. طب ليه ما ناخدش belong ونقول تخص مضارع؟ ما هو it يا فندم كان المفروض تبقى belongs to. طيب number 6. I am very fond of this old necklace because it a by my grandmother. انا بحب العقد ده لان هو ايه؟ بوصية امي، لان هو كان يمتلكه، يبقى was owned. طيب خد بالك من دي، ان كلمة had او have يعني يمتلك، المبني المجهول منها ملهاش مبني المجهول. ما ينفعش اقولك the car was had by me، لا، كلمة have لو عايز تخليها مجهول لازم تحذفها وتحط مكانها owned وتقول was owned او was possessed. طيب بعد كده number 7. My family live in Scotland but I in France. عيلتنا عايشة في اسكتلندا بس أنا إيه في فرنسا، لكن أنا تعلمت دي يبقى learned، was educated، was taught. اللي قدامك في الاختيارات was educated اهي. طيب رقم، طب ليه ما ناخدش educated؟ educated دي معناها علم، درس المدرس مثلا. The bridge during the floods but fortunately no one was using it at that time. الكوبري حصل له ايه؟ اثناء الفيضان بس الحمد لله ما كانش حد بيستخدمه. انهار اللي هي collapsed، انتبه واحترس. وخد بالك ان كلمة collapse ما تجيش مجهول، انتبه ان كلمة disappear ما تجيش مجهول، disappear و collapse دايما في المعلوم. The bridge during the floods but fortunately no one was using it at that time. الكوبري هو عايز كلمة يدمر صح، فانت هتقول الكوبري دمر يبقى was damaged، وكان ممكن نقول ايه لو انت شاطر got damaged. تمام. While I was on holiday، بينما كنت في الاجازة. طبعا انت عارف، انت اكيد فاهم وفاكر ان انا ممكن اقولك while I was on holiday وممكن اقولك while on holiday على طول. My camera from my hotel room، الكاميرا بتاعتي سرقت، يبقى was aware والتصريف الثالث، فهنقول was stolen. طب يا مستر ما هو has been stolen دي برضو تنفع، ما هو معناها سرق. بس انت عارف ان while بعدها ماضي بسيط او ماضي مستمر، وانت عايز الزمانين دول بس، بتلعب في خضم الزمانين دول بس. طب 11. While I was on holiday، بينما كنت في الاجازة، my camera، الكاميرا بتاعتي اختفت ولا اختفيت؟ اكيد اختفت، يبقى انت هتقول disappeared. The Mousetrap، اسم القصة يعني، as a radio play in 1947 كتبت، يبقى was written. طب ليه ما ناخدش is written وخلاص؟ is written يعني تكتب، ده مضارع، انت بتقولي 1947 ماضي ازاي؟ طب ليه مش has been written يا فندم؟ دي مضارع تام، انت في الجملة الاصلية قالك in وحدد لك زمن in 1947. انتبه للي هقوله لك ده. The Mousetrap اسم قصة، فخدنا was written. طب لو قال لك Gulliver Travels برضه هنقول was written. طب قال لك The Days برضه هنقول was written. طب ليه؟ The Days اسم القصة، اسمها الأيام. Gulliver Travels اسم القصة برضه، اللي هي رحلات Gulliver اسم مفرد، فعشان كده هنقول was برضه، بالرغم ان هي Travels بس انت قصدك على الكتاب. When he returned home he found that all his money، الجملة دي نداء عاجل لكل الناس اللي بتحفظ ما بتفهمش او ما بتترجمش الجمل الاول قبل ما تحلها. اكيد بنفهم، ايوه، بس اقصد ما بتفهمش الجمله. يعني لو حضرتك بتحل بمبدا ان افتر بعدها ماضي تام وبعدين ماضي بسيط هتغلط والله العظيم. لازم تمسك القلم كده وعلى مهلك وما تسرعش. بقول لك ايه في الجمله، تعالى نفصص كده. لما انا رجعت البيت، لما هو رجع البيت يعني، وجد ان كل النقود سرقت، فالفلوس اتسرقت الاول، وبعدين هو بسلامته حط المفتاح في الباب وفتح الباب ودخل. رقم 2، اكتشف ان الفلوس مش موجود. انت عايز تقول بقى ان النقود سرقت، السرقه قد حدث ايه؟ حدث اولاني، فعشان كده هنقول بقى he found that all his money had been stolen، سرقت. اسراء and اسماء، arrested last night، اسراء واسماء دول جمع صح؟ فهتقول لي were arrested او got arrested في الاختيارات، مديني got، ما ينفعش نقول على البنتين was. طيب رقم 15. The Postman اللي هي القصه اللي اسمها The Postman باي يحيى حقي first prize in 1968. القصة اللي اسمها
البوستمان اللي كتبها يحيى حقي عملت ايه بقى في الجائزه في 1968؟ اكيد منحت، يبقى ووز اووردد، او ممكن كنا قلنا وان من غير ووز، نقول وان فيرست برايز، ووز اووردد فيرست برايز. وكان ممكن اقول لك ذا فيرست برايز وينت تو حقي، يعني الجائزه ذهبت لحقي. بيفور ذا رابت ات هاد ايتن هاف ذا كاريتس ان ذا جاردن، قبل ما الارنب يمسك يمسك، يبقى ووز اووردد التصريف الثالث، يبقى ووز كود. طب ليه مش was being code؟ ده ما ده ماضي مستمر، انت بتقولي قبل ما الارنب يتمسك، وانت عارف ان before بنجيب بعدها بسيط. When we were young every day Sally by mother to serve the tea، لما كنا صغيرين كل يوم سالي كانت تختار بواسطة امها. طبعا انت عايز تقول يختار مبني المجهول، فهنقول was chosen. طب مستر مش كلمة every day كلمة من المضارع البسيط؟ مش المفروض نقول is it chosen عشانها سالي مفرد؟ خد بالك اي كلمة من كلمات المضارع البسيط تيجي في جملة ماضي فده معناها ان الجملة بتعبر عن عادة من عادات الماضي، فالجملة كلها ماضي. زي ما تقول when I was seven I always played، برغم ان في always بس خدنا played لان الجملة كلها ماضي. طيب وبتحكي لي عن موقف في الماضي يعني. Having not the criminal admitted committing several crimes، عايزك تقف الاول وقفه مع الجمله دي. احنا قلنا several crimes جرائم متعدده، وكلمه several دايما بعدها اسم معدود في صيغه الجمع على طول. رقم 2 commit يعني يرتكب. طب ليه هو اضاف لها ing؟ اصل admit يا مستر بعدها الفعل يكون مضاف له ing. I admit committing the crime. طيب لو عايزين نخليها مبني المجهول فتبقى admit being والتصريف الثالث. انا عايز اقول لك اعترف بانني خدعت، يبقى I admit being deceived، انا اعترف بكوني مخدوعا. طيب نرجع نكمل موضوعنا. بعد ما ايه اللص اعترف؟ بعد ما قبض على اللص ولا بعد ما قبض عليه اللص اعترف او المجرم اعترف؟ اكيد بعد ان قبض عليه. انا عارف ان having بعدها تصريف ثالث، حلو حلو. طيب المبني المجهول منها having been وتصريف الثالث، فانت هتقول بقى having been arrested، يعني بعد ان قبض عليه اعترف اللص بجريمته. 11 after not the criminal admitted committing several crimes، after يعني بعد ان قبض عليه برضو اللص اعترف، بس after بيجي بعدها لو ما فيش فاعل ing. طب المجهول يبقى after being arrested اللي هي number b. طب عايز اقول having، يبقى having been arrested. خد بالك having been arrested after being arrested on being arrested، وعلى فكره كان ممكن نقول arrested ونكمل arrested لوحديها بتساويهم. why he left early، لماذا غادر مبكرا؟ لم يكن معروفا، لم يعرف، يبقى why he left early wasn't known، لم يعرف. كان ممكن نقول لك we didn't know why he left early، نحن لم نعرف لماذا غادر مبكرا. طيب it was reported cancelled، it was reported يعني من مما ورد الينا، يعني تعال نشوف ذات ذا ماتش ان المباراه كانسلد لغت. لا ما انت لو قلت ذات ذا ماتش كانسلد ده معناه ان المباراه لغت، وطبعا ده معلوم مش ينفع. it was reported to have cancelled يعني مما ورد عليه انه لغى، هو مين اللي لغى؟ فدي برضو ما تنفعش. طيب it was reported have been cancelled، محتاجين تو بس. انا ممكن اقول لك الجمله دي بسياق، اقول لك ان the match was reported to have been cancelled، هكتب لك دي في الورق. اخر واحده بقى ودي اكيد الاجابه ما دام هي بس اللي باقيه، it was reported that من ما ورد الينا ان the match المباراه was cancelled الغيت. the money was reported to، اهي جات لك اللي بقول عايز اقول لك عليها اكتبها لك في الورق. زماني النقود was reported to يعني قيل انها forged by عقيل ده ولا اوكل ده عقل. forged دي معناها يزور، المال يقال انه زورا، يبقى to have been والتصريف الثالث، يبقى to have been اللي هي رقم ايه. طب احنا كده في 22 قلنا to have been forged معناها انه زورا. 7 people، وانا هكتب لك كلمه forged دي عشان هتقابلنا تاني اكيد 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 كتير. بعد كده 7 people were reported، سبعه اشخاص قيل يعني in the fire انهم يصابون وان انهم اصيبوا. لو انت عايز تقول انهم يصابون مضارع تبقى to المصدر. طب انت عايز تقول انهم اصيبوا يبقى تو هاف وتصريف الثالث، بس المعلوم تو بي باست بارتيسيبل، المجهول تو هاف بين باست بارتيسيبل. انت بتقول سبع اشخاص يقال انهم اصيبوا، يبقى وير ريبورتد تو هاف بين انجرد اللي هي رقم دي.
انهم او سي بو. طب 24 the prisoner is sought اللص يعتقد by climbing over the wall انه يهرب ولانه هرب انه هرب يبقى تو هاف والتصريف الثالث يبقى تو هاف اسكيبد. طيب ليه ما ناخدش مثلا تو بي اسكيبد ديت؟ بص انت بتقول لي اللص يعتقد انه هرب يبقى انت عايز تو هاف والتصريف الثالث. طب عايز تقول انه يهرب يبقى تو اسكيب. The bus at the bus stop and more passengers got on. خد بالك هو هنا بيقول لك ان الاتوبيس توقف في المحطه والركاب بص بقى قال لك ايه got on ركبوا يبقى الموضوع ماضي صح فما ينفعش نقول stops ولا is stopping ولا is being stopped لانهم هما ثلاثه مضارع. فانت هتقولي the bus stopped ان الاتوبيس توقف بالرغم ان هو مش هو اللي وقف يعني الاتوبيس ده اكيد السواق اللي وقفه بس انت في العربي بتقول الاتوبيس توقف ما بتقولش وقف. تشارلز ديكنز اوليفر تويست a long time ago. طبعا خد بالك ان هو بيقول لك هنا a long عشانها طويل a long time ago يعني فتره طويله منذ فتره طويله. موضوعنا تاني بقى بيقول لك هنا ان تشارلز ديكنز كتب يبقى روت على طول عشان تقول كتب. الجمله بقى 27 زي زيز فلاتس ان 1965. قبل ما احل الجمله دي عايزك تعرف ان في جمله اللغه الانجليزيه ممكن يكون فيها اتنين مفعول فلما نيجي نعملها مجهول انا ممكن اعمل الاتنين مفعول دول في اول الجمله مش فاهم اي حاجه. اكتب كده ورايا اكتب يا ريت ورقه وقلم وانت بتكتب كده عشان تفهم الجمله دي. اكتب بسم الله الرحمن الرحيم. اكتب مثال ده اقول لك مثلا زي جيف مي زي جيف مي ا بريزنت يعني هم اعطوني هديه. مين اللي اعطاني؟ هم يبقى هم الفاعل. طب مين اللي اعطي هديه؟ انا كده مفعول. وايه المفعول الثاني؟ الهديه. يبقى انت لما تقولي هم اعطوني هديه يبقى انا قدامي اثنين مفعول انا مفعول والهديه مفعول. فانا ممكن اقولها انا اعطيت هديه او هديه اعطيت الي. حلو الكلام. طب الجمله اللي انت كتبتها قدامك في الورقه دي اللي هي زي جيف مي ا بريزنت انا ماشي على مهلي خالص عشان عايزك تكتب ورايا واستحمل معلش اعتبر نفسك قاعد بتذاكر. يعني الفيديو اللي فات انا لاحظت ان هو 50 دقيقه قلت الناس هتدعي عليا بس معلش انا ما ينفعش اعدي معلومه من غير ما اقولها لك فانت استحملني عشان ربنا ان شاء الله يختم لك بنجاح كده باهر مفرح وتعيط من الفرحه يا رب على بكاء الفرحه ده يا جماعه ربنا يكتبه لكم يا رب. المهم لما اقول زي جيف مي ا بريزنت عايزين نعملها مجهول ونبدا بالكلمه ا بريزنت الاول فهنقول الجائزه اعطيت الي يبقى ا بريزنت ووز جيفن تو مي. طب عايز اقول انا اعطيت هديه فاقول لك اي ووز جيفن ا بريزنت. هو ده اللي حصل في الجمله اللي قدامك دي زي بيقول لك زي نقط زيز فلاتس ان 1965. الجمله دي اصلا كانت ايه؟ اكتب برضو كانت زيز فلاتس وير بيلت تو زم هذه الشق هذه الشقق يعني بنيت اليهم. فلما نبدا بالشقق فهتبقى فلاتس وير بيلت تو زم او نقول زيز تاني كده هنقول فلاتس وير بيلت تو زم او نقول زي وير بيلت فلاتس. طب ايه اللي في الاختيارات بقى بعد اللفه الطوله دي؟ هنقول زي وير بيلت زيز فلاتس الاولانيه دي بمعنى هم بني اليهم شققا او زي بيلت زيز فلاتس يعني هم بنوا هذه الشقق. يبقى انت كده عايز ايه اند سي الاثنين صح. لو خدنا ايه يبقى ده مجهول لو خدنا سي يبقى معلوم. طيب 28 someone was sought to شخصا ما يعتقد انه ايه شقتنا اكيد اقتحم يبقى تو هاف والتصريف الثالث يبقى تو هاف بروكن. طب امال ليه ما ناخدش تو بريك؟ ده هيبقى معناها يعتقد انه يقتحم شقتنا. طب ما ناخدها يقتحم ايه المشكله؟ ما هو قال لك يا عم هنا لاست نايت ليله امبارح فالموضوع ماضي. مور ذان 50,000 بيبل ار بيليفد حوالي 50,000 شخص يعتقد انهم قوتلوا يبقى تو have been past participle عشان انت عايزها مجهول. ركز انك ممكن تقول to have been killed معناها انهم قتلوا. طب لو انت قلت لي to have killed معناها انهم قاتلوا. 30 a terrible thing شيئا مفزعا yesterday ايه بالامس شيئا مفزعا حدث يبقى نقول حدث happened على طول. وبالمناسبة لو انا عايزك لو عايز اسالك اقول لك ماذا حدث هقول لك what happened. طب عايز اقول ماذا يحدث فاقول لك وات هابنس لازم الاس لازم الاس. طب عايز اقول لك من يتحدث فاقول لك هو سبيكس ما ينفعش اقول لك هو سبيك بالرغم ان ممكن اللي بيتكلموا دول يبقوا ناس كتير بس لازم اقول لك هو سبيكس برضه. 31 شي نوت اوف فورين اوف فورجينج ماني هي متهمه. شوف انت بتقول ايه هي اتهمت تم اتهامها يبقى شي ووز اكيوزد اوف.
تم اتهامها بأنها تزور النقود، يبقى she was accused of forging money. احنا كده في رقم 31. 32 the bus A down، الأتوبيس تعطل تعطل، معلوم يبقى the bus broke down. 33 he avoided by the police، هو تجنب أن يقبض عليه. الأول avoid لازم تعرف إن بعدها فعل مضاف له ing، ده رقم واحد. رقم اتنين لو عايزين نخليها مجهول يبقى avoid being و ing، being و past participle معذرة. فأنت هنا عايز تقول تجنب أن يقبض عليه، أن يمسك، يبقى avoided being caught. طب انت عايز تقول انا اتجنب اني امسك حد، يبقى avoid catching the crowds with tear gas. crowds اللي هي الحشود الناس، tear gas ده الغاز المسيل للدموع. الحشود حصل لها ايه بالغاز؟ فرقت، يفرق اسمها dispress. طب عايزين نقول بقى فرقت، يبقى المفروض انهم crowds جمع، فهنقول اكيد مدامهم جمع فهنقول where. طيب يبقى المفروض the crowds were dispersed by، يعني الحشود فرقت بالغاز المسيل للدموع. علي because he was always late for work، علي طرد، يبقى was fired او got fired. ما انت عارف ان الverb to be دايما ممكن يستخدم مكانه get. he himself injured while trying to mend the windows، هو اصيب يعني. طبعا got himself injured معناها اصيب. طبعا جيت وتصريف الثالث زي ما اتفقنا، was aware وتصريف الثالث. طيب ليه ما نقولش he was himself؟ خد بالك من الحته دي مهمه جدا. لو انت قلت لي he got himself injured دي بتساوي he was injured، ودي مهمه جدا وانا هكتبها لك. طب انا عايز اقول لك هو خدع، يبقى he was deceived او he got himself deceived. she is known songs، هي يعرف بانها تكتب اغاني. يبقى بص انت بتقول ايه؟ يعرف بانها تكتب اغاني. لو انت عايز تقول يعرف انها تكتب يبقى she is known to write. طب انا عايز اقول هي يعرف بانها كتبت اغاني يبقى to have written. طيب وممكن اقول to have been writing، وممكن اقول to write لو انت عايز اخليها مضارع. المهم نرجع لموضوعنا. she is known songs for years now، ادي for معناه احنا عارفين دي دايما تبقى مضارع تام مستمر، فبالتالي هنقول to have been writing عشان ده تام ومستمر. There is somebody walking behind us، في حد ماشي ورانا. I think we، اعتقد ان احنا نراقب الان، يبقى are being followed اللي هي number C، number D sorry. طب ليه ما ناخدش are following؟ are following يعني يراقب يتبع، had been followed يعني ان احنا روقبنا. انت في الجملة بتقول لي there is يعني ده مضارع. 39 بقى the picture is known، الصورة يعتقد او يعرف بانها ترسم ولا رسمت. انت ماسكها في ايدك يعني المفروض ان الصورة دي موضوعها انتهى كده. رسمت يبقى to have been painted اللي هي نمبر دي، يعتقد او يعرف بانها رسمت. 40 a tour of the island in the price، رحلة اشتمل عليها متضمنة يبقى is included اللي هي نمبر سي نمبر دي. had the electricity bill not before علي moved house، هل فاتورة الكهرباء دفعت يبقى had been past participle عشان had الأولانية دي يبقى had been paid. there were some problems at first، كان في الأول في شوية مشاكل. but they seem، بس يبدو أنهم تم حلهم. دايما seem to والمصدر أو seem to have والpast participle، أنت عايز تقول إيه؟ أنت عايز تقول يبدو أنها تحل ولا أنها حلت تم حلها؟ تم حلها، يبقى to have been past participle أدي have been solved. there was somebody walking behind us، كان في حد ماشي ورايا. انت بتقول ايه؟ there was، كان في حد ماشي ورايا، اعتقد انني كنت اراقب او نحن كنا نراقب عشان we، يبقى we were being followed اللي هي نمبر A. we managed to climb over the wall without، احنا تمكنا من ان نتسلق الحائط دون ان نرى، يبقى without being seen اللي هي نمبر C. وانا عايزك تاخد بالك من الحته اللي هكتبها لك دي، ممكن تقول without being seen بمعنى بدون ان نرى، ممكن اقول لك دون ان يرانا احد تبقى without anybody seeing us. تاني كده، تاني واحده بواحده، without being seen او without anybody seeing us. without يا شباب لو هنجيبها من غير مفعول يبقى being وتصريف الثالث باختصار يعني، لو جبنا بعدها مفعول يبقى without المفعول والفعل مضاف له ing. طيب بعد كده 45 it is alleged that، يعني من المدعى مما يقال يعني. زمان
at 110 miles an hour when an accident happened. يقال إن الرجل كان يقود، يبقى the man was driving، كان يقود اللي هي دي. لو عايزين نقلبها بالطريقة التانية فنقول the man is alleged to have been driving، وأنا هعمل لك دي برضو في الكشكول رقم 45. نقلبها the man was alleged to have been driving. الورق ده هتستلموه النهاردة إن شاء الله، بمجرد ما تسمع الفيديو روح على الصفحة على جروب التليجرام هتلاقيه موجود. The tomatoes in our garden by the children، الطماطم في مزرعتنا بواسطة الأطفال. يبقى الطماطم تزرع وكونها جمع فنقول were grown. 46 47. سارة was very happy، سارة كانت سعيدة خالص. A box of chocolates was given، صندوقا من الشوكولاتة أعطي إليها، يبقى was given to her. خد بالك لو أنت عايز تعملها بطريقة تانية ممكن تقول a box of chocolate was given to her، أو ممكن نقول she was given a box of chocolate. هعمل لك أكتر من جملة على دي في الورقة عشان تعرف إن ممكن يقول الجملة فيها يكون لها مفعولين اتنين، وتعود على القصة دي بالشكلين. طيب بعد كده I am being taken not to other restaurants to a secret location، أنا سوف أؤخذ يعني مع مجموعة من رواد الفضاء، يبقى was. Our loss must be up for، خسائرنا يجب أن تعوض، يبقى must be وتصيف التالت must be made up for، وانت عارف ان make up for يعني يعوض. A transmitter جهاز يعني إرسال was found يعني وجد، بص وجد مخفيا، هي أصلا كانت المفروض was hidden، يبقى was found hidden. طيب مثال كمان على دي ممكن أقول لك was found killed، يعني الرجل وجد مقتولا. The story was found written، يعني القصة وجدت مكتوبة. احنا في رقم 50 وهكتب لك دي كمان، was found killed معناها وجد مقتولا. طيب once he heard my name، بمجرد ما سمع اسمي by the fans بواسطة الجمهور يعني he felt happy، شعر بالسعادة. خد بالك هير، ركز هير مفعول وبعدين being وتصريف الثالث، يبقى المفروض نقول once he heard my name being called، سمع اسمي ينادى. heard him being hit، سمعته يضرب. 52 بقى ركز. in a different way the shop looked wider، عايزك تستخدم حاجة من دول كلهم على كلمة redesign. redesign يعني يعيد تنظيمه أو يعيد تصميمه. خد بالك من الكلمتين دول، ولو معاك ورقة اكتب أو ركز معايا على قد ما تقدر. لو أنا عايز أقولك بعد أن أعيد تصميم الغرفة بدت واسعة، ممكن أعملها بأكتر من شكل. نبدأ الجملة بالباست بارتيسيبل على طول، فتبقى الجملة هنا redesigned، ده حل. الحل التاني يبقى لما أقولك redesigned in different way معناها بعد أن أعيد تصميمها أو بعد أن صممت بشكل مختلف. ده طريقة. الطريقة التانية إن أقولك after being designed. الطريقة التالتة إنك تقولي being designed أو being redesigned. تاني كده أول طريقة إن أقولك redesigned، ده واحد. رقم اتنين after بس هنحط في النص هنا being redesigned. الطريقة التالتة إن أقولك being redesigned. طيب الطريقة الرابعة having been redesigned. طيب نرجع لموضوعنا. 53 نقط the birds سما put some water in a pot for them to drink، انت عايز تقول بعد ما اطعمت او بعد ما اطعمت الطيور وضعت لهم ماء. بعد ما اطعمت نقولها باكتر من طريقة، يلا نقول after feeding the birds، ده رقم واحد. الطريقة التانية ان احنا نقول feeding the birds على طول. الطريقة التالتة having fed the birds. الطريقة الرابعة on feeding the birds. كل دول صح، انت في الاختيارات قدامك مين؟ تعال نشوف. انا هنقلك انا بترتيب منطقي عايزك تعرفه الاول. after being fed دي بعدها بعد ان اطعمه، بعد ان اطعمه. طب انا عايز اخليها معلوم after feeding. طب having been fed دي كده مبنيه للمجهول، عايز اخليها معلوم هتبقى having fed، ما انا عارف ان having وتصريف التالت. طيب fed لوحديها معناها اطعمه، احنا عايزين بعد ان اطعمه فاصبحت feeding. طب قول معايا تاني معلش استحملني، عايزين نقول الخمس طرق دول تاني ولا اربع طرق دول اللي معناهم بعد ان اطعمه، تبقى اول واحده feeding او after being، لا after feeding او having been fed او on feeding، كلهم بنفس المعنى. 54
was this portrait painted بواسطة من؟ بواسطة من يعني by whom اللي هي رقم دي. وركز في الحتة دي، أنا ممكن أقول لك by whom was this portrait painted، أو ممكن أقول لك who was this portrait painted، بس في الآخر أضيف by. وده رقم 54، وده 54 برضه عليها علامة عشان أكتبها. على 55 بقى، at the cafe في المقهى I heard people talking about him and heard bad things، أنا سمعت الناس بيتكلموا عنه وسمعت أشياء سيئة تقالوا. أنت سمعتها وهي بتتقال، يبقى where said، بص ركز، where said معناها قيل، where being said يعني كانت تقال. طبعا دي ما تنفعش. طب being said قيلت، طب هي دي اللي نفعت. طب ليه بالذات تحديدا دي من ضمن كل الناس دي انت خدتها؟ عشان نعرف ان هير مفعول ing، وفي المجهول تبقى هير مفعول being والباست بارتيسيبل. طيب 56، توم نوت ريدنج انجلش نوفلز، توم ايه ريدنج يعني قراءة القصص الانجليزية، توم يشجع يبقى encouraged او encourages يعني لو انت عايزها مضارع. خد بالك انت لو قلت لي توم انكارجد معناها توم شجع، يبقى توم انكارجد ريدنج. طب ليه ما نقولش ووز انكارجد؟ عشان رقم 57 هتجاوبك على السؤال ده. توم ايه تو ريد، توم ايه ان يقرا، توم شجع على القراءه، يبقى ووز انكارجد. طيب في جمله برضو من حد من زمانكم بعتها لي النهارده لسه، بيبل نوت تو بيلد هاوسز، وير انكارجنج ولا وير انكارجد؟ الناس شجعوا أن يبنوا، يبقى were encouraged. طب لو قلنا people were encouraging يعني كانوا يشجعونا، كنا هنقول people were encouraging building houses. طيب بعد كده رقم 58، the novel is said to، الرواية يقال بأنها next week، الأسبوع الجاي، أنها ستنشر يعني، يبقى is said to والمصدر to come out تنفع وto be published تنفع. يبقى احنا كده هناخد come out عشان أصلا come out ما بيجيش في مجهول، وbe published عشان بي بابليشد مبنيه المجهول. طب انت قلت لي كام اوت ما تجيش في مجهول، ما هي اصلا معناها، اصلا معناها يصدر او ياتي. 59، ذا كوست نوت باي 20% اوفر ذا باست يير، التكلفه قللت انقصت يعني نزلت. كان ممكن نقولها كلمه يخصم دي او ينقص التكلفه، ممكن نقول ريديوس وكت. المهم ذا كوست التكلفه ووز ريديوسد او ووز كت، انقصت. طيب 60 بقى، ماي جيستس الضيوف بتوعي ا بيج لانش، صنع لهم، صنع لهم ا بيج لانش، زي لايك ماي فود ماي ماذرز فود، هم بيحبوا الطعام اللي امي بتقدمه. يبقى المفروض نقول هاف بين ميد. طيب هاف ميد معناها صنع، لكن هاف بين ميد صنع. انت بتقول ذا جيستس هاف بين ميد يعني صنع لهم. طيب الجمله دي كانت ايه اصلا؟ الجملة دي كانت اصلا my mother، امي has made a big lunch for the guests. يبقى انت كده قدامك كم مفعول؟ اتنين، المفعول الاولاني اللي هم الضيوف، والمفعول التاني اللي هو اللانش. the old man to cross the busy road، الرجل الكبير is being seen، يرى، sees يعني يرى، has seen يعني رأى، has been seen يعني رؤية. انت بتقول الرجل الكبير رؤية يعبر الطريق، يبقى has been seen يعني كأنك بتقول رأيناه وهو يعبر. 62، by most people he was elected for a third time، انتخبوه ثالث مرة لأنه أعجب به. أعجب دي مجهول المعلوم مجهول. طيب أنت قدامك كم اختيار؟ تعال نقولهم كده، after being admired، أو إن احنا نجيب being admired، او ان احنا نقول having been admired، او ان احنا نقول admired لوحديها. الجمله دي بالظبط زي الجمله اللي كانت رقم 52، نفس الفكره، ارجع لها وشوفها. المهم يبقى اللي جاب هنا admired. طيب being admired تنفع برضو. طب ما احنا قلنا خلاص، ما احنا قلنا admired، being admired، having been admired، وafter being admired، كلهم نفس المعنى. يبقى كده A and B. The car right now is mine. Right now دي يعني الآن، دلوقتي حالا. The car which is being fixed. أصلك بتقول بالعربي السيارة التي تصلح.
الاختيارات ما فيهاش which is being، فهتحذف which وتحذف is وتسيب being examined اللي هي رقم C. ودي برضو جملة فكرتها جميلة جدا جدا جدا. عايز تقول الطعام الذي يطبخ الآن طعامي، يبقى the food which is being cooked، شيل which is يبقى the food being cooked. طب 64 air conditioners هو سيستم ولا ديفايس يا مستر؟ اير كونديشنر، اير كونديشنر لو انت فاكر الفيديو اللي احنا خدناه الوحده السابته كنا بنقول فيه اير كونديشنر ده ديفايس جهاز او ماشين، يبقى اير كونديشنر ديفايس او ماشين جهاز، لكن اير كونديشنينج سيستم. طب اير كونديشند روم غرفه مكيفه. نرجع لموضوعنا، اير كونديشنرز ويل ان ذا سمر مانث، التكييفات الهواء تباع، تباع يعني ار بوت او تشترى، سوري ار بوت، التكييفات بتشترى بشكل كبير في شهور الصيف يبقى ار بوت. طيب او انك تقول سيل، لو انت جبت لي منتج وبعدين سيل ده معناها ان المنتج يباع. فهنا في الجمله بقى اير كونديشنرز سيل بتساوي اير كونديشنرز ار بوت. طيب وكان ممكن نقول برضو air conditioners are sold by companies، يعني تباع بواسطة الشركات. طيب وكل الاحتمالات دي هتخليك تستبعد is called is sold لان conditioners جمع وsold برضو لانها جمع. 65 بقى وادخل على الجملة التقيلة جدا، ركز عشان تفهمها علشانها صعبة الفهم. بيقولك whenever my son does something wrong he becomes afraid not. قبل ما احل الجملة دي عايز اقولك على ملحوظتين ثلاثة كده. afraid of ing afraid to والفعل في المصدر، ده رقم واحد. طب في المجهول بقى afraid of being والباست بارتيسيبل، afraid to be past بارتيسيبل هنا خطأ. طب ايه الفكرة؟ بيقولك ان انت بتقول انك خايف to do something لان لو عملت الشيء ده something happening يعني النتيجة بتبقى فعل مضاف له ing، يبقى afraid to do علشان النتيجة بيكون فيها ing. طب عايز اقول لك مثلا انا خايف اروح عند الكلب ان الكلب ده هيعضني لاني خائف ان اعض يعني، فتبقى ازاي بقى؟ انت خايف انك تروح، يبقى I am afraid to go near the dog. I am afraid to go near the dog because I am afraid of being bitten. عارف لو انت قلت لي because I am afraid to be bitten غلط. ايه الفكرة؟ الفكرة انك بتقول انا خايف من شيء فتقول afraid to والمصدر، لان هيترتب عليه حاجه النتيجه دي لازم تبقى فيها اي ان جي. هنا بقى في الجمله بيقول لك whenever my son does something ابني بيعمل حاجه بيكون خايف من نتيجه، بقى النتيجه ان هو يعاقب، النتيجه لازم يكون لها مضاف لها اي ان جي. القصه دي بتحصل مع افريد تحديدا، فهنا بقى هنقول whenever my son does something wrong he becomes afraid of being punished. لو انت قلت to be punished غلط غلط غلط، ثلاثه غلط. I think that A1 Treasure كتابنا ده يعني is the best book. اعتقد ان كتاب A1 Treasure ده افضل كتاب. ده معناها بقى عايزك بس قبل ما تحل الجملة تركز، هو قال لك هنا I think، فلو احنا عايزين نعملها مجهولة تبقى is suit. طيب والناحية التانية A1 Treasure is، فالمفروض تبقى to والمصدر لو معلوم، to be past participle لو مجهول. تعال بقى نشوف كده، A1 Treasure is thought to be the best book. اه دي صح. طب ليه صح؟ ما عشان قال لك is suit اللي مبنية على think يعتقد مضارع فنقول is suit، وهنا is مضارع فناخد to be. طب الجملة رقم B A1 treasure is thought to have been، دي غلط. الغلط هنا لسبب واحد فقط، ان هو قالك خد بالك is thought صح لانه think مضارع فناخد is thought. طب لو said، لو say كنا قلنا is said. طب لو هي thought الماضي كنا قلنا was thought. طب كده خلصت الجزء الاولاني. الجزء التاني بقى is دي فعل مضارع فانت هتقول to والمصدر، تو موجودة المصدر من إز اللي هي بي. طب الجملة رقم 2 رقم بي ليه بنقول غلط؟ لأنه هنا قال لك تو هاف بين، ده معناها إن إز دي المفروض كانت تبقى ووز. طب التالتة إت إز سوت ذات، إحنا قلنا إز سوت علشان هي متاخدة على ثينك. A1 تريجر إز ذا بيست بوك، يبقى رقم A ورقم سي الاتنين صح فتبقى كده A and C. طب مستر اكتب أنت ورايا كده، يا ريت تكتب ورايا، اكتب ورايا. نفترض الجملة المكتوبة أي سوت ذات A1 تريجر ووز ذا بيست بوك، وبالتالي thought هناخد لها was thought، وبعدين بما انها was فهتبقى to have والتصريف الثالث يبقى to have been. هكتب لك عادي جملتين ثلاثه برضو في الورق عشان تدخل دماغك ما تطلعش، انا عايزك ما تعديش جمله مش فاهمها. اللي انت ما فهمتوش مني في الفيديو هتقولي على الخاص، بس اسمع الكلام بعنايه عشان يبقى انت عندك سؤال
يعني محتاج تفهمه وافهمه لك بمثال تاني. مثلا هو انفنتد ذا كار، من اخترع السياره، ده معناها هوم باي هوم ووز ذا كار انفنتد. اه صح، ما هو باي هوم ونكمل، او هو ونحط باي في الاخر. هو ووز ذا كار انفنتد باي، اه صح. طيب هو ووز ذا كار انفنتد هنا غلط، طب ليه ناقصه باي؟ اذا اي وسي، اي اند بي المفروض صح، اي اند بي، يبقى دي كده غلط، يعني المفروض نعملها بي كده عشان نختار دي، اي اند بي وتبقى الاجابه كده صح. طيب يبقى انت كده لما تقول لي هو انفنتد ذا كار، ده معناها باي هوم ووز ذا كار انفنتد، او هو ووز ذا كار انفنتد باي. طيب نيجي بعد كده رقم 68، زي didn't write the lesson، هم لم يكتبوا الدرس، ده معناها ان الدرس لم يكتب. didn't في المجهول تبقى wasn't على طول. the lesson wasn't written، اه. طب the lesson didn't write، الدرس لم يكتب، لا. the lesson hasn't written، ده مضارع تام اصلا. the lesson hadn't been written، ده ماضي تام، والجمله الاصليه ماضي بسيط، يبقى المفروض الاجابه رقم ايه؟ the lesson wasn't written. 69، the thief was seen by the dead man، الجمله دي فيها تلاعب بالالفاظ شويه. اللص was seen، يعني تم رؤيته، by the dead man، يعني بجوار الرجل الميت. خد بالك by مش معناها هنا بواسطة. طيب ده معناها بقى the dead man saw the thief، the thief لا، هو راجل ميت هيشوف ازاي؟ the thief was، the thief saw the police by the dead man، مفيش علاقة بالمحدش أصلا جاب سيرة البوليس. the saw أو they saw the thief near the dead man، هم شافوا اللص جنب الميت، اه دي صح. The dead man has seen، الرجل الميت رأى، لأ، يبقى الإجابة هنا رقم C. ركز معايا الفكرة اللي في الجملة، إن كلمة باي هنا معناها بجوار. لما أقول لك put the pen by the door، ضع القلم بجوار الباب. آخر جملة 70، nobody invited her to the party، however she attended it، محدش عزمها خالص الحفلة، بس أنت عارفها بتتلزق فحضرت الحفلة. ده معناها she didn't attend the party because of not being invited، هي لم تحضر الحفلة لأنها لم تعزم، هو قال لك محدش عزمها ولكنها حضرت، يبقى رقم إيه دي غلط. She attended the party without being invited، حضرت الحفلة دون أن تعزم، أه ما هو ده اللي حصل فعلا. The party wasn't attended by anybody، محدش خالص حضر، لا يبقى الإجابة كده رقم B. وبكده نكون بفضل الله رب العالمين خلصنا الوحدة السبعة، الحمد لله رب العالمين، وربنا ييسر لكم الأمور يا رب وتكونوا فاهمين، ربنا يرزقكم فهما وعلما، ولو عندك أي سؤال ابعته لي على الخاص. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.